بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي القناة والمدونة. كما ترون في هذا الشرح، فاليوم سوف أقوم بشرح الإضاءة، مشكل الإضاءة. وهذا المشكل فهو شائع بالنسبة لهذا الهاتف، وهو هاتف سامسونج جالاكسي A12. فهو غالبا ما يقع في هذا المشكل، وهو مشكل الإضاءة. إذا كما ترون سامسونج SM A125 LCD light، يعني عندما ينطفئ الجهاز يكون مشتغلا، لكن الإضاءة لا توجد في الشاشة، لأن على بركة الله. كما يعرف أو نعرف جميعا، فإن تغذية الإضاءة فهي تنطلق من IC الباور، يعني من هنا كما ترون هاته النقطتين. فتمر الشحنة الخاصة بال VPH power وتذهب، سوف نتبع المسار من IC الباور إلى هنا، فهي تمر من هاته النقطة إلى هاته النقطة عبورا بهذا المكتف إلى هنا، ثم تدخل إلى هذا IC، وهو IC الخاص بالإضاءة. عندما تدخل الشحنة إلى هذا IC، فهي تخرج الشحنات الخاصة بإضاءة الشاشة، يعني LED A والLED Q1 والLED Q2 والLED Power، يعني البلوسيال ثم الزهري ثم هذا اللون ثم الأورانج. سوف نتبع هذه النقاط كما ترون، فهي تذهب إلى كونكتور الخاص بالشاشة، أربعة خطوط، يعني 4 بيست، يعني التغذية تذهب إلى الكونكتور الخاص كما ترون، فهو LED power وهو هنا، ويوجد بالرجل هنا، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني الرجل التاسعة، 9 10 11 12 13 14 15، هنا في 15 فهي توجد LED Q2 و16 في LED A16، ومن الجهة الأخرى LED Q1 فهي توجد على 16 من هذه الجهة، إذا قمنا بحساب من الجهة اليسرى. إذا سوف نقوم بعمل خلاصة. لا أنسى بأن هذا LED A فهو عندما قبل أن يصل إلى رجل الكونكتور، فهو يمر على هذه المكتفات هنا، يعني هذه النقاط فهي جميعها نقاط ربط. يجب فحص هذه النقاط كي لا يقع في مشاكل، ربما يكون المسار منقطع في إحدى هذه النقاط قبل ذلك. دونك سوف نقوم بعمل خلاصة. تنطلق الشحنة من الباور من هنا، ثم تذهب إلى هذه المكتفات هنا، تمر عبر هذه النقاط، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني تمر بهذا المسار وتدخل إلى IC الإضاءة. من IC الإضاءة فهي تخرج هذه الشحنات وتذهب إلى كونكتور خاص بالشاشة، ومن الكونكتور فهي تذهب إلى الشاشة. إذا يجب فحص الشحنة الخارجة من IC الباور، هذه الشحنة نقوم فحصها في هذه النقطة، ثم نقوم فحصها في جميع هذه النقاط. ربما يكون أحد المكتفات فاصل، أو ربما يكون هذا IC وهو الغالب والشائع. هذا IC فهو يضرب كثيرا، يعني فهو الذي دونك يجب القياس في هذه النقاط الموجودة هنا، ثم التحقق من هذا IC. كما ترون الشحنة فهي تخرج من هنا وهذه النقاط الموجودة هنا، ثم كما قلنا فهي تذهب إلى كونكتور خاص بالشاشة. أما هذا
مسار، فهو يمر عبر هاته المكتفات ثم إلى هاته الرجل. أتمنى أن يكون هذا الشرح قد أفادكم، وإلى شرح آخر إن شاء الله.